مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم. هذه حلقة جديدة وبرنامج ملفات. في حلقتنا نرصد ما يتصدر الساحة الداخلية من أحداث وملفات وساعات قليلة، ويهل علينا شهر رمضان الكريم. كل عام وحضراتكم بألف خير. وعلى قدم وساق تواصل الحكومة جهودها من أجل توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار تتناسب وكافة الأسر، وانطلاقا من استراتيجية الدولة بتيسير سبل الحياة اليومية للمواطنين. تواصل معارض أهلا رمضان عملها في جميع المحافظات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الأسر الأولى برعاية، خاصة في شهر رمضان الفضيل. للحديث بشكل أكثر استفاضة عن جهود الدولة لتوفير كافة مستلزمات الشهر الفضيل بأسعار مناسبة للأسر المصرية، معنا في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ صلاح عامر، مسؤول ملف وزارة التموين والتجارة الداخلية. أستاذ صلاح، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا بيك. اسمح لنا قبل أن نبدأ أن نتوقف في البداية مع هذا التقرير. على قدم وساق تجرى الاستعدادات الحكومية لاستقبال شهر رمضان المبارك، فقد وضعت الدولة استراتيجية مدروسة لتوفير السلع الغذائية بالمنافذ المختلفة التابعة للدولة، وأيضا من خلال السلاسل التجارية المختلفة والمعارض. وجنبا إلى جنب، أقامت الحكومة معارض أهل رمضان بالقاهرة الكبرى والمحافظات، والتي تسهم بقدر كبير في تلبية متطلبات المواطنين من مختلف السلع والمستلزمات وتخفيف الأعباء المادية عن شرائح كبيرة. وستطلق وزارة التموين في إطار معارض أهل رمضان ما يقرب من 100 سيارة متنقلة لطرح منتجات السلع الأساسية ويميش رمضان، وكذلك سيارات مجهزة لطرح اللحوم والدواجن في الميادين العامة وفي القرى والنجوع والأماكن التي لا يتواجد فيه مجمعات استهلاكية. كما سيتم توفير ما يقرب من 100 سيارة متنقلة بحمولة من 1 طن و 1.5 طن إلى 5 أطنان تكون محملة بالسلع كافة التي يحتاج إليها المواطنون، إضافة إلى متابعة منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعياتي لطرح السلع الغذائية وخاصة منتجات رمضان بأسعار مميزة. ومن جانبها تقوم وزارة الأوقاف بالتنسيق مع كل من وزارتي التموين والتضامن الاجتماعي والمحافظين بشأن توزيع 500,000 شنطة غذائية بواقع 2000 طن، 1000 طن سكر زائد 1000 طن أرز، بالإضافة إلى 500 طن لحوم. ووسط كل هذه الاستعدادات، أعلنت وزارة الداخلية عن انطلاق مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي بدأت في الفترة من 15 من مارس الجاري وحتى 13 من إبريل المقبل، بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بإجمالي 993 فرعا، إضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة بجميع أنحاء الجمهورية لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة تصل ل 60%، وذلك بالمنافذ والصرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت. جهود متواصلة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، خاصة محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية. مشاهدينا، أجدد الترحيب بحضراتكم وأجدد الترحيب بضيفي في الاستوديو الكاتب الصحفي أستاذ صلاح عامر، مسؤول ملف وزارة التموين والتجارة الداخلية. أهلا بحضرتك. أهلاً مرة ثانية أستاذ صلاح، وكل عام وحضرتك بخير وكل المشاهدين الكرام بألف خير. طبعا ساعات قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، والحقيقة جهود ملموسة من الدولة يمكن قبيل حتى الشهر الكريم بفتح معارض أهلا رمضان لتوفير السلع الغذائية اللازمة للمواطنين بأسعار مناسبة. كلمنا حضرتك، ما الذي يختلف أو كيف يختلف معارض أهلا رمضان هذا العام، خاصة في ظل طبعا يعني وجود أزمات اقتصادية عالمية، مصر ليست بمنأى عن العالم، والأزمات أيضا تمس الأسر المصرية، ما الذي يجعل المعارض هذا العام مختلفة ومتميزة؟ طبعا بادئ زي بادئ كل سنة وانتم طيبين بحلول شهر رمضان، باقي ساعات قليلا ويبدأ الشهر الكريم على الأمة العربية والإسلامية بخير ويمن وبركات. طبعا المعرض أهل رمضان لأول مرة هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة، وخاصة في تبكير المعرض أو المعارض على مستوى الجمهورية. دي بتوجيهات من القيادة السياسية
طبعا على خلفية زي ما قلت حضرتك الأزمة الروسية الأوكرانية، وطبعا قبل كده تتبعها فيروس كورونا. طبعا التبكير بدأ من شهر يناير حتى شهر أبريل، نهاية شهر أبريل لأول مرة المعرض معارض أهل رمضان على مستوى الجمهورية تستمر 4 شهور. ودي حاجة كويسة جدا جدا، يعني على أساس توفير السلع والإتاحة للمواطنين بأسعار مخفضة وأسعار منافسة عن السوق المحلي. وده يعني احنا بدأنا يمكن في شهر يناير بحوالي 200 معرض على مستوى الجمهورية، وكانت التوجيهات القيادة السياسية لرئيس مجلس الوزراء وتنفيذ الدكتور عالم صالحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن كل محافظة تكون بحد أدنى معرضين في كل محافظة. طبعا بدون حد أقصى، بدون حد أقصى حسب مراعاة طبعا الكثافة السكانية. يعني في محافظات عندنا فيها 10 معارض، في محافظات زي محافظة بني سويف فيها حوالي 40 معرض. يعني الحد الأدنى هو معرضين. معرضين في كل الحد محافظة. الحد الأدنى أقل حاجة معرضين، ويمكن طبعا أن يزيد بحسب طبعا مساحة المحافظة وعدد السكان. بيبقى تنسيق بين الغرف التجارية، اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ووزارة التموين والتجارة الداخلية ومديريات التموين والمحافظين ووزارة التنمية المحلية. جميل. طبعا بيحصلوا على هذه الشوادر او المعارض. احنا بنتكلم على بدايه زي ما قلت لحضرتك 200 معرض. وصلنا النهارده 565 معرض منتشر على مستوى الجمهوريه. ده رقم كبير جدا. طبعا رقم كبير جدا جدا، وده ده معناه ان الاتاحه وتوفير السلع للمواطنين باسعار كل السلع مخفضة. متوفره يا استاذ صلاح، كل السلع الغذائيه متوفره. يعني في مقوله، يعني انا كنت حاضر افتتاح اهل رمضان في سوبر ماركت أهل رمضان في مدينة نصر بأرض المعارض، وده لافتتاح المركز الرئيسي يوم أعتقد يوم الاثنين اللي فات أو حاجة زي كده. طبعا المعرض مستمر يعني مدة أسبوع أو 8 أيام بتخفيضات بنسبة حوالي 20% 30% في معرض أهل رمضان. اللي مستمر 8 أيام ده اللي في أرض المعارض. في أرض المعارض وجميع المعارض على نفس المستوى يعني. والقطاع العام أو شركات وزارة التموين أو الشركة القابضة للصناعات الغذائية في شركات متابعة، شركة تسويق الأرز بتطرح سعر الرز ب 14.5 جنيه. شركات السكر بتطرح برضو سعر السكر ب 14.5 جنيه مقارنة برة أو السوق المحلي ب 20 جنيه. بنتكلم طبعا عن شركات وطنية ولا برضو القطاع الخاص؟ دي شركات وطنية اللي بقول لحضرتك عليها. والقطاع الخاص طبعا السلاسل التجارية والكبار المنتجين، احنا بنتكلم على 126 عارض في معرض أهل رمضان في مدينة نصر، بيمثل نسبة من كبار المنتجي السلاسل التجارية زي ما قلت حضرتك القطاع الخاص، بيمثل نسبة 80% من الشركات العاملة في إنتاج الصناعات الغذائية. فدي حاجة يعني كويسة جدا وتبشر بالخير، وخاصة ده بيؤثر أن أي إتاحة أو زيادة المعروض ده بينعكس إيجابا على المواطن بيستفيد، وفي نسبة إقبال كبيرة جدا على معرض أهلا رمضان سوبر ماركت أهل رمضان. وكمان في معرض يمكن قلت لحضرتك قبل الحلقة أن في معرض أهل رمضان في فيصل تم افتتاحه في شهر يناير الماضي، نسبة مبيعاته 120 ألف جنيه يوميا. فده يعني دي حاجة كويسة في إقبال. وطبعا يعني أتمنى أن الناس يكونش في عملية تكالب على السلع وازدحام. هو ده اللي كنا عايزين نتكلم فيه، لأنه مهم جدا يا أستاذ صلاح الحقيقة ثقافة الشراء والسلوك الشرائي للمواطنين. أحيانا مع دخول شهر رمضان بتلاقي الناس بتبقى عايزة تشتري كميات من نفس السلعة. وده طبعا بيؤدي إلى نقص السلعة في المعرض أو في السوق بشكل عام. الإقبال في الشوادر الخاصة بأهلا رمضان، هل في آلية ضابطة للمبيعات؟ يعني أقول مثلا للفرد الواحد لا مش هتاخد أكتر من كيسين رز أو من إزازتين زيت، بحيث أن أنا أوفر أكبر عدد من السلع لأكبر عدد من المواطنين؟ هو طبعا يعني شركات بتعمل كده، يعني شركات القطاع الخاص او في المعارض ممكن بياخد مثلا حسب الاحتياجات او حسب اللي هو اللي بيفرض طبعا، عشان حتى يكون في عمليه يعني وفره لمواطن اخر يعني. وخاصه يعني حضرتك انا يمكن قلت قبل كده ان المعرض ليس مستمر على طرح السلع الغذائيه، لا ده استمراره كمان لاهلا يعني العيد او ملابس العيد او يعني تتحول لحاجات كده
وكحك العيد وحاجات زي كده. اتكلمنا طبعا عن السلع بقى اللي موجوده في المعرض علشان المواطنين يبقوا عارفين هينزلوا يشتروا ايه، هيلاقوا ايه في المعرض، ايه المطروح؟ هو المطروح طبعا السلع زي ما قلت لحضرتك، السكر طبعا ب 14 جنيه ونص، بسلعه السكر برضو ب 14 جنيه ونص. اللحوم احنا في ثلاث انواع للحوم، سواء بيطرحها القطاع العام او شركات المجمعات الاستهلاكيه من خلال 1350 فرع لشركات المجمعات الاستهلاكيه، شركه النيل المجمعات الاستهلاكيه، شركه الاهرام. جميل. دي شركات قطاع عام طبعا وشركات وزاره التموين، وبتشرف عليها الشركه القابضه للصناعات الغذائيه، بتطرح برضو حوالي ثلاث انواع من اللحوم او يعني لحوم سودانيه ب 165 جنيه. بجانب انت عارفه تعلمي جيدا اللحوم دلوقتي مرتفعه في السوق، بوصلت من 240 جنيه و260 جنيه وأكتر. فطبعا احنا بنقول حتى الشركات القطاع العام بتطرح السلع بتخفيضات بنسبه 50% مقارنه بمثيلتها في الاسواق المحليه، وخاصه احنا في كل السلع يعني يا استاذ صلاح 50% وخاصه ان حضرتك ده اقصى حاجه، يعني ممكن تبدا ب 30 40 50%. فدي رساله احنا بنطمن بها المواطن و المشاهد اللي بيشاهدنا دلوقتي. طب. وخاصة كان مقولة مطمئنة أن للسيد الرئيس الحكومة أن الدولة قادرة على توفير السلع وتعويضها، وفي تكوين احتياطي استراتيجي من 3 شهور ل 6 شهور، عندنا اللحوم السودانية أرصدة تكفي لمدة 12 شهر، يعني بتكلم على أن سعر طبعا 165 جنيه للحوم الطازجة اللي هي السودانية. بجانب أن اللحوم برضو في لحوم بلدية في المعرض ب 200 جنيه، يعني وفي معارض برضه بتطرحها وزارة الزراعة أو ممكن وزارة الزراعة بتطرح طبعا بهذا السعر، وبتوصل وفي برضه منافس تانية تبع المدن الجديدة بتطرح ب 150 جنيه سعر اللحمة. جميل. يعني انا عندي يمكن انا كنت عضو مجلس امنا مدينه حدائق اكتوبر سابقا، لسه المعرض كان بيطرح سعر اللحمه ب 150 جنيه متوفره يا استاذ صلاح. متوفره دوميا بيتم طرحها، احنا عندنا معرضين هناك في مدينه حدائق اكتوبر. وطبعا دي يعني حاجه كويسه ان توفير هذه اللحوم بسعر مخفض. وجميل كمان انه الشوادر موجوده في حضرتك بتقول في حدائق اكتوبر، يعني يعني انت مش مضطر ان انت ساكن في اكتوبر تنزل وسط البلد علشان تحضر تنزل فيصل او الهرم عشان تشوف شادر، لا هي جايه لحد عندك هذه المعرض. طب بما انك بتتكلم بلغه الارقام وقلت لنا على اسعار اللحوم واسعار السكر، طب ماذا عن اسعار الزيت واسعار الرز ايضا في المعارض؟ هو بص حضرتك، يعني انا قلت لحضرتك يمكن اللحوم ما كملش، ان اللحمه في لحمه ب 120 جنيه لحوم برازيليه مجمده. وبجانب ان في لحوم طبعا احد الاحزاب السياسيه بتطرحها من تشاد بلحمه بمنافسه جدا بقى ب 145 جنيه ل 150 جنيه. جميل. يعني لحوم مبرده ومذبوحه هناك، وطبعا تعلمي جيدا ان طبعا الناس برضو لو كان بتقول اللحمه دي مثلا ليه سعرها قليل، لا ده في هناك لجنه طبيه بيطريه بتوصل من مصر بتروح طبعا تحضر المجازر وتشرف عليها. ثلاث مرات حضرتك بيتم الكشف عليها، كشف اثناء التعاقد، كشف لما تخش في المجازر توشكا، كشف اخر وهو الكشف الاخير في مجازر البساتين، وده بيدل على خلوها من اي امراض وبائيه تضر باي صحه المواطن. يعني طبعا الدوله ضامنه لجوده وقيمه لهذه اللحوم، فطبعا المواطنين يستهلكوها وهم مطمنين. صحيح. الدواجن حضرتك طبعا تعلم جيدا ان في صفقه طبعا دلوقتي هتيجي 25000 طن في يوم 23 مارس، يعني اول يوم رمضان صفقه جايه من البرازيل، يعني شحنه ودي هتبقى سعرها 65 جنيه. وكان في معروض منها برضو موجود فيه، وفي حوالي دي وزنها بيبقى قد ايه؟ بيبقى 1000 جرام، يعني كيلو كيلو 100 طبعا بترتفع حسب الوزن وحسب السعر النهائي للمنتج. ده حضرتك هتخفض السعر. انا يمكن كمان كنت حاضر مؤتمر في اللي كان حاضر فيه اكتر من وزير التجاره والصناعه وزير الزراعه، وقابلت رئيس شعبه الدواجن بالمناسبه، فقلت له ايه السعر العادل عند حضرتك؟ قال لي 65 جنيه. يعني تخيل السعر العادي للفرخه النهارده، احنا عندنا دواجن محليه ونسبه اكتفاء ذاتي بنسبه 95%. تمام. والانتاج ما يقرب من مليار و600 مليون طائر.
سنويا. يعني احنا بنتكلم على ان احنا عندنا انتاج، بس طبعا هو في تاثر، طبعا لا ننكر ان هناك في تاثر بالازمه الروسيه الاوكرانيه، عشان موضوع الاعلاف وفي وكمان وزاره التموين برضو قامت باتجاه كويس جدا ان هي وفرت الذره الصفراء من خلال المناقصات او تعاقدات الهيئه العامه للسلع التموينيه كبديل للاعلاف، وتوفيرها للدواجن حتى يتم انتاج الدواجن بسعر مخفض وتوفيره للمواطنين. وطبعا بتقول ان رئيس شعبة الدواجن قال لك السعر العادل 65 جنيه للكيلو للدواجن طبعا الحية المصرية. طيب ضخ بقى السوق، انه طبعا لما السوق يستقبل يعني الدواجن اللي جاي 25000 طن جاي من البرازيل او يوم رمضان، الى اي مدى ده بيساعد الاستيراد ده على ضبط الاسعار في السوق المحلي؟ يعني المنتج المحلي ممكن سعره ينزل شوية بالنسبة طبعا للدواجن وبالنسبة للبيض. طبعا ده حضرتك يعني دي سؤال مهم جدا، لما يكون اي سلع بترتفع الدوله بيكون لها يعني اتجاه بالاستيراد لعمل عمليه توازن في السوق المحلي. بمعنى انا دلوقتي ان لما ارتفعت اسعار الدواجن كان في هناك تدخل من القياده السياسيه والحكومه المصريه باستيراد الدواجن المجمده البرازيليه وطرحها للمواطن ب 65 جنيه في الاول، ما بتنزل بتنخفض اسعار الدواجن، ده بينعكس ايجابا على حركه السوق المحلي، وخاصه ان في المفروض في بورصه دواجن طبعا بتحكم هذه المساله، وخاصه وطبعا حضرتك تعلمي جيدا برضو انخفضت النهارده اسعار طبق البيض. طبق البيض وصل النهارده بالابيض ب 95 جنيه والاحمر ب 100 جنيه. انتاجنا حوالي 14 مليار بيضه سنويا، ده طبعا دي حاجه كويسه، ودي بتطرح كمان في المعارض، وطبعا ده لما بتطرح في المعارض ويكون في عمليه اتاحه وتوفير السلع وزياده المعروض من هذه السلعه بتنخفض للتاجر عند التاجر يعني. لانه طبعا بيبقى منافس طبعا سعر منافس، فبيبدا التاجر هو كمان بيحاول ينزل السعر عشان يعرف يبيع. طب ليه سبب التفاوت الاسعار من سوق لسوق يا استاذ صلاح؟ يعني ليه مش هقول جشع التجار، انا ما اقدرش اقول جشع التجار الحقيقه، حضرتك اللي تقول لي ايه السبب يعني، لانه بتلاقي في السلع الواحده فرق بال10 وبال20 جنيه في نفس السلعه، وتفاوت يعني حضرتك من اكتوبر ممكن تلاقي في سوبر ماركت الحاجه ب20 في اللي جنبه ب30 اللي جنبه ب35، ايه السبب؟ هو حضرتك طبعا انت تعلمي جيدا دي اليات السوق الحر تخضع لاليات العرض والطلب، وخاصة ان احنا عندنا ما فيش يمكن تسعيرة جبرية، هو التسعيرة يعني استرشادية، ودي على الخضار والفاكهة في سوق الجملة اللي عندنا سوقين، سوق العبور وسوق 6 اكتوبر. دي بيبقى فيها كل يوم انا بيجي لي بيان بالتسعيرة الاسترشادية، حد ادنى وحد اقصى لسعر الجملة، وحد ادنى وحد اقصى للسعر المستهلك او سعر التجزئة. المواطن بيعرف منين التسعيرة الاسترشادية دي؟ يعني انا دلوقتي عايز انزل اشتري حاجات الاستهلاكية بتاعتي الغذائية، اعرف منين ان ايه تحديد السعر ده، بحيث لما اتعامل مع التاجر ابقى انا فاهم، المواطن يبقى فاهم حدوده ايه؟ هو طبعا في نشره بتنزل حتى يعني يوميا من سوق الجمله، وفي صفحات الصفحه الرسميه لسوق الجمله اللي بتنزل التسعيره الاسترشاديه، وطبعا هي غير ملزمه للتاجر، غير ملزمه، لان طبعا دي بتخضع للعرض والطلب، احنا سوق حر يعني والكلام ده كله. وخاصه احنا نقول للمواطن ايه؟ المواطن انا عندي سوق مفتوح، لو في لقي مكان سعر مرتفع يشوف سعر تاني يعني، سعر هتلاقي سعر برضه منخفض، لان عمليه منافسه. صحيح. ودايما التاجر الشريف والتاجر اللي هو يعني عايز يبيع بالتكلفه الانتاجيه يعني اللي هي او عايز يعمل هامش ربح عادل. هامش ربح عادل. احنا كان ايام الدكتور محمد ابو شادي وزير التموين الاسبق عمل حاجه كويسه جدا، التسعيره الاسترشاديه، ودي عملها فعلا، وكانت يعني هامش ربح نسبة 25%، وكانت يعني على أساس كان لها تأثير إيجابي، وكان التجار في تكاتف بقى من اتحاد الغرف التجارية ووزارة التموين والسلاسل التجارية، يعني حتى كمان في السلاسل التجارية الكبرى حتى حضرتك يعني لها مبدأ يعني قاعدة اقتصادية، وإن تبيع يعني تبيع بسعر أقل بهامش ربح قليل فتحقق مكسب أكبر، ده حاجة كويسة جدا يعني، ده حقيقي. والسؤال اللي بيطرح نفسه برضه، طب ما عندنا المجمعات
تسك ليه بتبيع بسعر قليل يعني. دي طبعا يعني شركات بتهدف لتوفير السلع، بتهدف لي اللي بتكون بسعر مخفض، لان بتشتري من خلال لجنة الشراء المجمع يعني. كل ما تشتري كمية أكبر يعني، كان كل شركة من الشركات الموجودة دي في اللي هي بتكلم على 43 شركة أو شركات المجمعات الاستهلاكية، كان كل شركة بتتجه لمنتج معين أو الكلام ده كله، كان في تفاوت في الأسعار. فلما كان في الشركة كلها شركة قبضة مع الشركات التابعة ليها، عملت لجنة الشراء الموحد، بتشتري من تاجر واحد أو كمية أكبر، فبياخد بسعر مخفض، فده بينعكس فبيكمان بيبيع بسعر اقل بالنسبه للمواطنين طبعا. ودي احنا عايزين ناكد على النقطه دي على زياده وعي الناس، انه لو لقيت التاجر بيبيع بسعر مختلف عن اللي جنبه فانت بمنتهى البساطه تروح للتاجر اللي سعره اقل. صحيح. بالتالي ده هيخلي اللي بيبيع بسعر اعلى يضطر غصب عنه انه يلتزم بالسعر الاسترشادي. طيب صحيح. خلونا نتوقف مشاهدينا ونشوف هذا التقرير. يفصلنا عن شهر رمضان المبارك ساعات قليلة أتمت فيها الدولة جاهزيتها لاستقبال شهر اليمن والبركات، فها هي مصر كلها تبتهج لسيد شهور العالم كله. وعلى نفس المنهج أقيمت منافذ البيع الحكومية في مختلف المحافظات من أجل توفير السلع الغذائية بأسعار تتناسب مع الأسر محدودة الدخل. ووفقا لاستراتيجية وضعت نصب أعينها أمن وأمان المواطن، تواصل الجهات المعنية القيام بالحملات المرية والتفقدية لمناطق المحروسة كافة، وأيضا لرصد المتلاعبين بأقواط المصريين من التجار الجشعين وممن ينشر الشائعات ويثير البلبلة. ولأن الاستقرار المجتمعي يدعمه الوازع الديني، ففي هذا الشهر الفضيل تحرص وزارة الأوقاف على إرساء قواعد التوعية الدينية الرشيدة واختيار الآئمة الفضلاء والعمل على توصيل المعلومات الدينية الصائبة بيسر وسلاسة. مصر تستقبل شهر رمضان وهي تتمتع بأمن واستقرار أرصد بنيانه القيادة السياسية وفقا لأهداف تنموية متواصلة تسعى لإقامة الجمهورية الجديدة التي تستمد أهدافها وثوابتها من تاريخ مصري يفخر به أبناؤها. مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره اخرى، وارحب بضيفي عبر الهاتف الاستاذ فيصل عبد العاطي عضو الغرفه التجاريه في محافظه القاهره. استاذ فيصل اهلا بحضرتك وكل عام انت بخير. اهلا بيكي وكل سنه وحضرتكم بخير. انا بس اصحح حضرتك بس معلومه، انا المتحدث الرسمي باسم الغرفه التجاريه للقاهره. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. نتكلم يا فندم عن دور الغرفه التجاريه في معارض اهلا رمضان، ازاي بتساعد وازاي بتراقب ايضا؟ خلينا اقول لك، يمكن الغرف التجاريه على مستوى الجمهوريه السنه دي عامله شغل كبير جدا جدا، وبدات مبكرا يمكن منذ بدايه يناير الماضي، يعني طبقا لتوجيهات القياده السياسيه انه يتم يعني اقامه المعارض والشوادر السلعيه بدري، فده خلى في اريحيه في السوق. كل محافظة يمكن بتنظم أكثر من 5-6 معارض، وفي غرف تجارية نظمت أكثر من كده. يعني خلينا اقول لك مثلا في محافظه القاهره، غرفه القاهره التجاريه برئاسه المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجاريه، اللي مدي تعليماته لكل الغرف على مستوى الجمهوريه انه لازم يكون في توسع وفي كمان تنوع للمعارض، يعني ما تبقاش معارض والمعارض تروح للمناطق الاكثر احتياجا. وده اللي طبقته الغرف التجاريه على مستوى الجمهوريه. غرفه القاهره يمكن نظمت معرض في باب الشعريه والبساتين ومدينه نصر، ومنذ كام يوم تم افتتاح معرض اخر في الاميريه بجانب معرض كل هذه المعارض في السلع الاساسيه. وفي معرض كمان في المسكي ده خاص بالملابس. فطبعا تنوع هذه المعارض وانتشارها وانها تروح للمواطن لحد عنده زي ما بيقولوا بالبلدي كده، ده امر مهم جدا جدا. حضرتك لو استعرضت الاحياء اللي انا بقول لحضرتك عليها، باب الشعريه، البساتين، الاميريه، المسكي، مدينه نصر، دي احياء محتاجه معارض، فده طبعا خلى في اريحيه في السوق، خلى في استقرار في السوق، لانه زود
زود المعروض. صحيح. وده اللي دايما بيأكد عليه. وعلى فكرة في غرفة عمليات في غرفة القاهرة التجارية بتتابع هذه المعارض لحظة بلحظة. كمان في لجنة المعارض، يعني لجنة المعارض تم تشكيلها برئاسة اللواء صلاح العبد، دي يوميا موجودة في كل معرض بتمر عليه، بتشوف مدى توافر السلع، الأسعار. كمان غير كده وكده، عشان أطمن حضرتك مدى الاهتمام بهذه المعارض، المهندس إبراهيم العربي خصص كل عضو مجلس إدارة يكون مسؤول عن معرض بمثابة يبقى فيه تنسيق وفيه عين دايما بتبص على وكل المعرض. ده بهدف انه يعني يتم التأكيد باستمرار والاطمئنان على توافر كافة السلع في كل المعارض. لازم يكون فيه نظرة وفيه عين بتبص على المعرض وعلى مدى توافر السلع، على الحركة فيه، على كمان آراء المواطنين وآراء العارضين. كل ده انت محتاجاه بحيث تنجح المعرض. صحيح. كمان فيه تقرير يوم بيخرج من غرفة القاهرة التجارية بيرصد أسعار السلع الاسترشادية. جميل. يوميا وبنبعته لوسائل الإعلان. حلو. ده سعر استرشادي ما هو سعر إلزامي. وده طبعا يدي أريحية للمواطن أنه هو يبقى عارف السلعة سعرها يعني تقريبا هيبقى كام. يبقى برضه رايح يتراوح حوله، يعني بنقولها يتراوح حوله، ممكن يبقى أعلى بجنيه أقل بجنيه. احنا بنقولها دايما كده بالبلدي، يتراوح من إلى. تمام. طبعا لا، الموضوع مختلف تماما هذا العام. هل يعني استاذ فيصل، هل الاسعار بتبقى ثابته للسلعه الواحده في كل المعارض ولا ممكن تتفاوت؟ يعني لو معرض في منطقه مدينه نصر السعر ممكن يكون مختلف عن معرض تاني في باب الشعريه ولا لا؟ لا لا، حكيت هيبقى في تفاوت، بس التفاوت هيبقى بسيط جدا. لان في النهايه هذه المعارض مدعومه ماديا من الغرف التجاريه. عشان بس نفرق بين الاسعار في المعارض والاسعار في السوق الحر. الاسعار في المعارض الغرف التجاريه دعم هذه المعارض بتجهيزات بكل ما يعني كل تجهيزات قايمه بيها، بحيث ان العارض يجي يعرض سلعته فقط. في مقابل ده لازم يعني يتم وضع اكبر نسبه خصم على اسعار السلع. وده اللي يعني حاليا موجود، ودايما بياكد عليه رئيس الاتحاد العام للغرف التجاريه بالبلدي، بيقول له ايه، انا مديك مكان، والمكان مدعوم من الدوله بشكل عام، من الغرف التجاريه والدوله، وعليه ضوء اعلامي. انت كمان اديني اكبر نسبه خصم، لان الموضوع تكافلي في النهايه وموضوع اجتماعي. صحيح. صحيح. طيب السلع يا استاذ فيصل، واولويه توزيع السلع في المعارض المختلفه بتكون ايه الاولويه؟ يعني الاولويه للسلع الغذائيه الاساسيه زي الرز والسكر والزيت، اللحوم والدواجن، ثم ياتي بعد ذلك بقى السلع الاخرى زي الملابس او غيرها من السلع اللي ممكن، او حتى يا ميش رمضان ممكن ما يكونش ليه اولويه كبيره قوي في الفتره دي. وضع طبيعي ان المعرض يكون فيه السلع الاساسيه اللي بيحتاجها البيت المصري حتى بشكل يومي في البدايه، ثم يحصل تدريج للسلع اللي موجود. اعتقد ان كل المعارض يعني موجود فيها كل السلع اللي تحتاجها الاسره المصريه. لكن الفكره او الرؤيه لرئيس اتحاد الغرف التجاريه المهندس ابراهيم العربي ان يكون في تنوع لهذه المعارض، بحيث ان المواطن برضو اكيد ليه احتياجاته من كافه السلع. فلما بيكون فيه تنوع هو كمان بيبقى عنده اريحيه في الاختيار. صحيح. كمان المعارض دي ما هياش داعمة للمواطن بس، ده هي داعمة للسوق الحر، لأنها بتعمل عملية توازن في الأسعار. صحيح. وده طبعا بيصب في الدور المهم جدا الغرفة التجارية في الرقابة وتحفيز أيضا الأسواق، وده بيصب في النهاية في صالح المستهلك. يعني هو طبعا في صالح المستهلك، لأن لو حضرتك نظرت هو مين اللي عارض في المعارض؟ ما هو التاجر. عشان نفرق بس، هو التاجر عايز يشتغل. على فكرة التاجر عاوز يشتغل، من مصلحته ان السلعه يبقى سعرها منخفض. نعم. هيبيع اكتر. صحيح. ده هيفيده. فطبعا الموضوع مفيد سواء للمواطن او للتاجر في النهايه. صحيح. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ فيصل عبد العاطي المتحدث الرسمي للغرفه التجاريه بالقاهره، شكرا على هذه المشاركه. جدد الترحيب مرة أخرى بضيفي في الاستوديو الكاتب الصحفي أستاذ صلاح عامر مسؤول ملف وزارة التموين والتجارة الداخلية. كنا نتحدث عن فكرة تفاوت الأسعار من سوق إلى سوق ودور المواطن ووعي المواطن أيضا في التعامل مع هذا التفاوت. لو تكلمنا حضرتك عن أيضا فكرة الرقابة على احتكار السلع وحجب السلع بسبب
يعني بهدف رفعها او بيعها بسعر اعلى عن مثيلتها في الاسواق. ازاي الدولة بتتعامل يعني مع المواقف دي؟ طبعا الدولة طبعا بتتعامل معاملة يعني ضرب بيد من حديد على اي تاجر او اي مستغل للازمات، بخصوص وخاصة ان في حملات رقابية بتنزل من مديريات التموين والتجارة الداخلية، من جهاز حماية المستهلك، من مباحث التموين والتجارة الداخلية، وبيكون حملات مكثفة وفريق عمل يوميا يوميا في حملات وخاصة لما يعني احنا على حلول شهر رمضان والمواسم والمناسبات والأعياد، بيبقى عملية يعني ارتفاع او زيادة معدلات اللي هو الحملات الرقابية بشكل مستمر، تكثيف للحملات الرقابية بشكل يوميا، وتشكيل فريق عمل من مباحث التموين، من جهاز حماية المستهلك، وخاصة اي تاجر بيستغل او بيحتكر السلعة طبعا في يتم طبعا الضبط الحاجات اللي موجودة في المخازن والغرامات المالية، وفيها حبس طبعا، حبس من سنة لثلاث سنين، في غرامة تصل ل 2 مليون جنيه. فده طبعا دي جهود الدولة رادع جدا. وخاصة ان حضرتك برضو المواطن رقيب، يعني كان في شعار كان رئيس جهاز حماية المستهلك اللي هو راضي عبد المعطي، كان قال شعار مهم جدا، المواطن رقيب. احنا عندنا 100 مليون مستهلك او 105 النهاردة، يعني احنا عايزين 100 مليون دول هم مراقبين برضو ايضا. ازاي يعني بحكم طبعا انت عارف ان الاجهزة الرقابية يكون فاعل وخاصة ان احنا عندنا اكتر من 50 جمعية تعمل في حماية المستهلك، دي برضو بتنزل السوق وترصد الاسعار واي احتكار للسلع. فالمواطن الرقيب بمعنى ان جهاز حماية المستهلك حدد ثلاث وسائل او اليات لاي تاجر يرفع السعر او يستغل او يحتكر السلع، في خط ساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 او على الواتس اب 015 47 49، يبلغ ان كان في اي تاجر بيغش او بيرفع الشكاوى دي، بترفع مباشره لجمعيه حمايه المستهلك. يعني المواطن في اليات الالكترونيه اللي هي على شبكات التواصل الاجتماعي، في صفحه رسميه ايضا لجهاز حمايه المستهلك، في ايضا التقديم على شكاوي من خلال البريد مجانا لجهاز حماية المستهلك او الايميل الخاص بجهاز حماية المستهلك يعني. وخاص وفي اليات اخرى اللي هي شبكة اللي هي بوابة الشكاوي الحكومية الموحدة. صحيح. لو في اي حد تاجر او اي مواطن شاف حد تاجر مستغل. صحيح. او رفع السعر بدون مبرر، يتم الابلاغ فورا ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضده. وخاصة في ايضا اكتر من يعني سيئة أكثر من 10 سيارات أو أكثر من هذا، لسيارات اسمها الضبطية القضائية لحماية المستهلك، بيتم يعني هذه الحملات أو هذه السيارات بتنزل في على المحال التجارية، وتشوف برضو الأسعار، وبتشوف برضو السلع، وتشوف برضو المنتج ده مطابق للمواصفات القياسية أو لا، ويتم تطبيق القانون على أي مخالفة. وضبط يعني. طبعا السلع المخشوشة مشمولة بهذه الإجراءات طبعاً يعني أكيد طبعا. صحيح. وإحنا عموما يعني في الإعلام إحنا دايما في تنويه في شريط الأخبار على الأرقام اللي حضرتك أشرت ليها، سواء جمعية حماية المستهلك أو النجدة حتى الخاصة بالسلع الاستهلاكية ورفع الأسعار. صحيح. والاحتكار بشكل عام، فلازم المواطن يكون ليه زي ما بتقول دور إيجابي، ويكون عنده وعي كامل جدا بحقه في البداية، علشان في النهاية هو الدور الإيجابي ده بيعود عليه بالنفع في البداية في النهاية. طب هنتوقف عند هذا الفاصل مشاهدينا الكرام.
معنا على الهاتف الشيخ إبراهيم يوسف الإمام والخطيب وزارة الأوقاف. أستاذنا أهلا بحضرتك، وكل عام وحضرتك بخير وكل المشاهدين بألف خير. السلام عليكم ورحمة الله لحضرتك أستاذ. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. طيب إحنا كل عام والمسلمين كلهم بخير وحضرتك بخير يا فندم. مهم جدا نتكلم في طبعا ايام قليله ونستهل او نستقبل شهر رمضان المبارك، وفي يعني للاسف في بعض التجار بيقوموا باحتكار السلع او رفع الاسعار مع بدايه الشهر الكريم. رساله الدين يعني الخاصه في هذا الشان ايه هي يا فندم؟ نعم، هو طبعا يعني استغل هذه الفرصه واهنئ كل المسلمين بقدوم شهر رمضان، وربنا ان شاء الله يجعله رمضان الفرج والخير على كل المسلمين رب العالمين عامه وعلى مصر خاصه. امين. وطبعا يعني في هذا النطاق بالذات لازم نوجه كلمه لكل انسان والتجار خاصه، لان طبعا التجار بيقع عليهم الحمل الاعظم في هذا الامر. بمعنى على مر العصور وعلى مر التاريخ لم تخلو الدوله الاسلاميه من أزمات، ولذلك أنا بقول للناس اللي بتقول إن الأزمات أو الابتلاءات أو غلاء الأسعار غضب من الله، بقول لهم لا طبعا لازم نراجع أنفسنا في هذا الأمر، لأن الأزمات حدثت من عهد الصحابة الكرام ومن عهد الخلفاء الراشدين. يعني في عهد سيدنا عمر كلنا بنسمع عن كلمة عام الرمادة، وعام الرمادة كان عام شدة وكان عام يعني مجاعة أصابت الدولة الإسلامية واستمرت 9 أشهر متواصلين. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بدأ يعالج هذا الأمر إن أولا وجه القوة والجهود كلها إلى التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الابتلاء وغلاء الأسعار ما هو إلا نوع من الابتلاء. ربنا سبحانه وتعالى بيشدد على عبيده علشان يرجعوا إليه سبحانه وتعالى، وكل واحد فينا يراجع نفسه. وده أول طبعا نداء لكل إنسان، الأزمات كل واحد فينا سبب فيها، عشان كده بنقول للناس ربنا سبحانه وتعالى بيبتلينا علشان يعمل فينا قيمة الصبر وقيمة الرضا وقيمة التوجه إليه سبحانه وتعالى. ده أول أمر. الأمر الثاني طبعا نداء إلى التجار، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لازم التجار كلهم يعرفوه، إن التجار يبعثون يوم القيامة تجارا إلا من اتقى الله سبحانه وتعالى. علشان كده إحنا بنقول للتجار الوقت ده هو وقت اللي هيبان فيه معدن الانسان ومدى رحمته ومدى سعه الرحمه في قلبه في هذه الايام. مش لازم تكسب ال 20% وال 30% اللي كنت بتكسبهم في كل وقت، لا، الوقت دوت وقت تراحم. المفروض النهارده انك تحس بالناس، انك انت ما تحتكرش السلع، ما تكونش عندك السلعه وطبعا تمنعها عن الناس علشان لما سعرها يغلى، لا، انت كده بترتكب اثم وذنب عظيم جدا جدا جدا. ليه؟ لان المال مال الله سبحانه وتعالى، واستخلف فيه التجار علشان خاطر يرى ربنا سبحانه وتعالى مدى التراحم فيما بين الناس. لنا في سيدنا عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف اسوه حسنه، ولنا في سيدنا عثمان بن عفان اسوه حسنه، قد كانوا تجارا ولكنهم كانوا ينظرون الى الناس اولا قبل ان ينظروا الى انفسهم في قضيه الكسب وقضيه ان هم يكسبوا اعلى يعني قيمه من الاموال، لا، كانوا ينظرون الى الناس اولا وكانوا يترحمون فيما بينهم وكانوا يعطون الفقير بدون ان ياخذوا منه شيئا. عشان كده بوجه رسالتي للتجار، بقول لهم اياكم والاحتكار، فالمحتكر كما قال رسول الله ملعون، والجالب مرزوق، والجالب والذي يخرج ما عنده من السلع للناس ويتراحم فيما بينه وبين الناس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. فانا بقول له ممكن يكون رحمتك بالناس هي سبب دخولك الجنه من صلاتك ولا صيامك. صحيح. نعم. طبعا الشعب المصري أستاذنا شعب كريم ومعطاء، ودايما بيظهر معدنه في وقت الشدائد، ودايما في شهر رمضان شهر الخير والبركة الناس دايما كل على قدر سعته يعني بيساهم، وبيبقى في تكافل بين المسلمين. وطوال شهر رمضان الحقيقة ده عهدنا بالشعب المصري الأصيل. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذنا الشيخ إبراهيم يوسف الإمام والخطيب وزارة الأوقاف، شكرا لحضرتك.
مرة أخرى الكاتب الصحفي الأستاذ صلاح عامر مسؤول ملف وزارة التموين والتجارة الداخلية. طبعا بنتكلم عن معارض أهلا رمضان، ومن يمكن من أبرز المعروضات الخاصة بقى بالشهر الكريم، الأغذية الخاصة بالشهر الكريم، وهي طبعا السلع الرمضانية واليميش. طمنا على الأسعار. هو طبعا يعني احنا اتكلمنا يمكن على السلع الأساسية، سكر، رز، تمام. زيت ما اتكلمناش عنه، ب 35 جنيه في المعرض، مقارنة بره بتوصل ل 48 جنيه ده في المعرض، اللي هو وزنه 700 ملي. 700 ملي. 700 ملي ب 35 جنيه. 35 جنيه. تمام. وفي بعض يعني بره برضو ب 38 جنيه في المعرض، يعني لما بتكلم عن المعرض اللي موجود في اهلا رمضان في الرئيسي في ارض المعرض مدينه نصر، ده ب 35 جنيه. لان شركات برضو يعني بتكلم على يمكن 7 شركات للزيوت تابعه للشركه القابضه للصناعات الغذائيه، هي بتطرح الزيت. انت عارفه تعلمي جيدا ان الزيت طبعا احنا بنستورد نسبه 95% منه من الخارج، وطبعا ده بيخضع ليه تذبذبات الاسعار صعودا وهبوطا حسب الاسعار العالميه يعني. صحيح. وشفا الشركات بتطرح ب 35 جنيه لسعر الزجاجه الواحده. اليميش رمضان احنا طبعا بتطرح اهل رمضان ب 20 جنيه البلح، اللي بتكلم برضو على التين ده متوسط سعر ولا سعر متوسط سعر يعني ب 20 جنيه، يعني في تفاوت في 48 انواع. جنيه في انواع طبعا، في طبعا. في جاف، في نص جاف، في يعني اسعار متنوعه يعني. التين برضو بتكلم على 200 جرام ب 60 جنيه، بتكلم على كاجو نص كيلو ب 220 جنيه، بتكلم على البندق مؤشر ب 320 جنيه. طبعا دي طبعا في حاجات تانية زي المشروبات والعصاير والحاجات دي كلها، دي بتخضع بنسبه تخفيضات 20% او 30% في المية يعني. عن نفس السلع في السوق. نفس عن سعر السوق يعني. طبعا. مقارنة بما سيأتي في الأسواق المحلية. عموما كل مستهلك بيحدد أولوياته في الشراء. يعني كل أسرة على حسب احتياجاتها. المفروض ده شهر ده مش شهر أكل وشرب. هو ممكن يكتفي حتى بالبلح. صحيح. والبلح ده هو الأساسي لأنه السنة ومهم ومغذي ومفيد. صحيح. وسعره مش غالي. 30 جنيه ابتداء. ده يعتبر 20 جنيه. 20 جنيه ابتداء ده سعر هايل. وكمان في بعض السلاسل التجارية اللي هي بتشارك برضه في معرض أهل رمضان، يمكن دي منتشر برضو على المستوى الجمهورية، وفي الهايبرات الكبرى برضو بتطرح سعر البلح بيصل برضو ب 15 جنيه يعني ب 15 جنيه ب 20 جنيه ب 48 جنيه ب 52 جنيه. فعلى المواطن انه يدور على السعر يعني، يبحث ما يكسلش يعني، يبحث ويعمل جوله في الاسواق ويبدا يدور على السعر المناسب بالنسبه له، واكيد هيلاقيه. طبعا. طب يعني احنا هنتوقف، هستاذن حضرتك نتوقف مع التقرير الاخير في حلقه النهارده. حارب جشع التجار، والله ربنا القادر يعني، لان التجار جشع فظيع يعني، استغلال فظيع للفرص يعني، يعلوا الاسعار بعد ساعه تبص تلاقي السلعه تيجي تجيبها تلاقيها اغلى من قبل كده. فممكن تكون المعارض زي كده دي تحارب فعلا جشع التجار شويه. اكيد في فرق، بتبقى المعارض بتبقى ارخص من السوق بره. هنا بره البلح بيبقى ب 100 جنيه، هنا ب 20 بتبدي، ومعانا ب 25 و 35، اقصى حاجه 50. بره بيبقى اغلى من كده، لازم المعارض بتبقى اوفر من السوق بره. هي فكره كويسه ان انت تجمع كل المنتجات في نفس المكان، احسن من ان انت تروح اكتر من مكان وباسعار مختلفه. وفي طبعا التجار وبعض البائعين ان هم بيزودوا نسبه شراء من عندهم عاليه او حاجه زي كده، فهنا المبادره ممكن هي توفر لك كل المنتجات في مكان واحد، وان انت تقدر برده باسعار كويسه شويه. هو بصراحه المعارض انقذت السوق وانقذت الدنيا كلها، لانها بسعر منافس عن السعر الناس الثانيه، وبالتالي عليها طلب كتير وبتخفض من الاسعار. توفر السلع وكل حاجه موجوده هنا، بره التجار كشعين جدا والاسعار بره اوفر قوي. لا هنا يعني لما اجيب كيلو الرز هنا ولا كيلو السكر ب 15 جنيه، بره ب 25 جنيه حرام، 10 جنيه في كل كيلو حرام. البطاطس هنا كان الشوال ب 25 جنيه وب 20 جنيه 5 كيلو، بره كيلو ب 8 جنيه وب 10 جنيه حرام. لكن انا هنا باجي اخد انا وعيالي كل اللي احنا عايزينه بصراحه، والحاجه نظيفه وحاجه كويس، والتواريخ الانتاج والسلع وكل حاجه تاريخ الانتاج كويس والصلاحيه، والفراخ جميله واللحمه كويسه وكل حاجه موجوده. اللهم صل على النبي. الله اكبر. الحاجه والمعرض هنا اسعار فرقه عن بره يعني، ما تقلش عن 30% فعلا يعني. اللهم صل على النبي. كافه شيء متوفر، اللهم صل على، ما فيش اي حاجه مش متوفره، حتى الخضار حتى الريحه حتى كافه شيء متوفر، والفراخ واللحوم والسكر والزيت وكافة شيء متوفر الحمد لله، ونحمد ربنا، أهم حاجة الحمد لله.
إشادة طبعا من أرض الواقع والمواطنين الكرام خلال وجودهم في معارض أهلا رمضان، إشادة بتوفر السلع، وطبعا الأسعار تعتبر أقل بكثير عن مثيلتها في الأسواق. وأستاذ صلاح عامر الكاتب الصحفي مسؤول ملف وزارة التموين، كان ليك تعليق أخير فيما يتعلق بالتكافل، فيما يتعلق بأيضا جهود وزارة التموين، سريعا نتكلم عن النقطة. طبعا في تطوير طبعا بيحصل في المجمعات الاستهلاكية، وخاصة مشروع الميكنة وربطها إلكترونيا مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وصلنا حوالي نسبة يعني 70%. دي طبعا تحسين آليات العرض تكون مشابهة للسلاسل التجارية الكبرى. وأما التكافل الاجتماعي طبعا احنا في شهر كريم، والناس بقى المفروض يعني تخرج بقى يعني صدقات وحاجات زي كده. في وزارة التموين من خلال الشركات المجمعات الاستهلاكية عملت كوبونات سلعية. كوبون بيبدأ ب 20 جنيه و 50 جنيه و 100 جنيه و 200 جنيه و 300 جنيه. اللي معاه القدرة المالية، اللي هم احنا بتقول التكافل الاجتماعي ما بين الأغنياء والفقراء، اللي هيروح ياخد الكوبونات دي موجودة في جميع المجمعات الاستهلاكية، بتكلم على 1350 منفذ ليهم. دي موجودة فيه كوبونات، الكوبونات دي بيديها مثلا للفقير في هذا الشهر الكريم، بدل ما يديه شنطة أو كرتونة أو الكلام ده كله، ياخد كوبون يحصل على هذه السلع بقيمتها. يعني كل تمنياتنا بالخير دايما لكل المصريين، وشهر ان شاء الله كريم على الجميع، ويبلغنا رمضان ان شاء الله على الف خير. بشكر حضرتك شكرا جزيلا في ختام هذا اللقاء جداً. الكاتب الصحفي الاستاذ صلاح عامر مسؤول ملف وزارة التموين والتجارة الداخلية، شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. مشاهدينا كل عام حضراتكم بالف خير، نلتقي ان شاء الله في حلقة جديدة، فإلى اللقاء.